السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وصلنا اليوم في قصر الحمراء، المكان المنشود اللي احنا جايين له خصيصا في إسبانيا. قصر الحمراء آخر مفاتيح سلمت من دولة الأندلس كانت مفاتيح هذا القصر. الصدمة اللي بصدمك فيها أن الأشياء اللي بصورها لك اليوم هي عبارة عن 30% فقط، 70% قد طاح وقد هدم وقد راح. يا غفني غفناصد، للتذكير في عام 711 الميلادي طارق بن زياد دخل على دولة إسبانيا حاليا اللي هي حلقة الوسط بين إفريقيا وأوروبا، صارت تحت حكم المسلمين لمدة 800 سنة، 8 قرون. مرت دولة الأندلس بمراحل، مرحلة الفتح، مرحلة التأسيس، ومرحلة القوة، ثم مرحلة الضعف والفتن والتفكك والانتهاء، في مراحل حلوة وفي مراحل حزينة. خلونا نغطي تغطية حلوة اليوم. أول شيء بني في قصور الحمراء عبارة عن القصبة، هذه قلعة عسكرية بناها محمد بن الأحمر في القرن 13. بناها ليش؟ يوم شاف أن الوضع بدأ يتفكك يتفلت من يده، قال لازم أني أأمن نفسي عسكريا، لازم أتأمن عسكريا، فبنى هذه القلعة العسكرية وسكن فيها، وكان عدد السكان يعني داخلها حي، عدد السكان يمكن 2000-3000 نسمة، منهم جنود ومشكل قوة. يعني هذه القلعة أول شيء بني في قصور الحمراء اللي بناها محمد بن الأحمر، لما شاف الموضوع بدأ يفلت من يده، الأندلس بدأت خلاص تفكك بعد ملوك الطوائف اللي بسبب الفتن وبسبب التفرق وبسبب أشياء كثير الأندلس فقدت هيبتها وفقدت قوتها. هنا لو تتأمل معايا وتشوف الأسوار كيف بناها سور ورا سور، يعني يقولون التاريخيين أن هذه القصبة مستحيل عسكريا أنك تغزوها. كان يقابل هذه القصبة حي البيازين المشهور، كان هنا يسكنون المسلمين. في البداية كان عدد السكان 400,000 نسمة تقريبا، مع الوقت المسلمين بدأوا يهاجرون من إشبيلية وملقة ويوصلون غرناطة، لأن غرناطة هي آخر شيء يسقط، بدأوا يجون لهنا حتى وصل عدد السكان تقريبا 700,000. مع مرور الوقت بعد محمد بن الأحمر بدأ بناء قصور الحمراء قصر ورا قصر. أنا الحين جالس عند قصور اسمها قصور أبو سراج، من علية القوم ومن علية الموظفين في دولة الأندلس، لكن انهدمت القصور حقتهم. يا أخي اللي يقهر أن الحمراء بهذه الفخامة اللي احنا نشوفها ترى ما تشكل إلا 30% بس، 70% قد انهد، حروب داخلية وحروب الفرنسيين ونابليون، 70% انهدم الحمراء. شفتوا هذاك اللي قدامنا؟ هذاك اسمه جبال الثلج. تخيل أن توزيع المياه داخل قصور الحمراء كان من جبال الثلج، يذوب النهر ويوصلون مسار الموية حتى يوصل لقصور الحمراء ويتوزع على جميع أرجاء القصر بشكل هندسي إبداعي غير عادي. للتذكير عبد الرحمن الداخل هو أول والي في الأندلس، وهو اللي أسس قرطبة كعاصمة لدولة الأندلس، وبعده والي بعده والي حتى وصلنا إلى عبد الرحمن الناصر اللي جعل من قرطبة عاصمة، مو بس عاصمة سياسية، عاصمة لكل شيء، عاصمة أدبية وفنية وعلمية. تخيل المسجد الكبير في قرطبة أو الجامع الكبير كان يمثل زي الجامعة العالمية، يعني يجون الأوروبيين من كل مكان يدرسون باللغة اليونانية في البداية، بعدين يتعلمون العربية، بعدين يدخلون يتعلمون الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والفنون والفلسفة وعد وغلا. اليوم أنا أبغى أغطي لكم قصور الحمراء باختصار. إحنا كعرب نخش قصر الحمراء مو بس عشان نتفرج، إحنا ندخل نقراها. يعني أنا قاعد أشوف الغرب يدخل يتفرج على الأماكن وعلى الزخارف، بس إحنا نقرأ العبارات اللي موجودة حتى نقراها قراءة، يعني إحنا لنا انتماء في هذا المكان. الحين انتم داخلين معايا على المنطقة الأجمل في قصور الحمراء اللي هي قصور النصريين. يا أخي شيء جبار عظيم جدا، مرة تعال شوف معايا وأثبت لك. قصور النصريين، إيش يعني النصريين؟ محمد بن الأحمر قبيلة يسمونهم بني ناصر أو بني الناصر أو بني الأحمر، كلها ثنتين، هذه عشان كذا السبب قصور الحمراء أو قصور النصريين. أنت بتشوف هنا إبداع غير عادي في القرن 13 إلى سقوط الأندلس. الحين احنا داخلين على أول القصور، قصر فعلي اللي هو قصر قمارش. هذا عظيم جدا جدا جدا. إذا كان قدامك يا عزيزي مشاهد هذا بس المدخل، بس هذا المدخل، استعملي فيه جميع الأشياء اللي تستعمل في البناء، جميع الأشياء استعملوها، خشب، ألمنيوم، رخام، نحاس، توقف تقول واو بس، هذا اللي تقدر عليه. إذا كان هذا المدخل بس، وش في داخل؟ في القرن 14 عزيزي المشاهد كان الحكم في دولة الأندلس عند بنو الأحمر، وسنة ورا سنة يبني ملك القصر الخاص حقه في قصر قمارش. بدأ حاكم اسمه يوسف بناء هذا القصر لكنه مات، فاستلم ولده بناء هذا القصر وكمله وأبدعوا فيه أيما إبداع. الشعار الخاص لبنو الأحمر وقت الحكم هو لا غالب إلا الله، فتشوف هذا الشعار كزخرفة على كل الأعمدة على كل جدران، تشوفه منتثر في القصور كلها، لا غالب إلا الله، يمثل شعار سياسي للدولة.
في هذه القصور يوحي الموضوع وتوحي التصاميم إلى أن ترى هنا في ملك عظيم، ملك مسلم عظيم، يوحي لأي شخص زائر أنك إذا دخلت لا ترى في شيء كويس هنا. صح أن مملكة صغيرة والمملكة بدأت تصير ضيقة، غرناطة وملقة وإشبيلية وخلاص، يعني صارت الدولة الإسلامية محاصرة من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن جميع الاتجاهات، لكن الملوك وقتها ما كانوا يملكون إلا غرناطة وملقة وإشبيلية. لكن كذا دخلت قصورهم بعد ما كانت حصون في البداية، هي من برا مقفلة حصون وجدران، لكن مجرد ما تدخلها تحصل جواتها زي الكنز، تحصلها من جوا زي الجوهرة، زي الدرة المكنونة، شيء عظيم وجميل. على المداخل والمخارج تشوف الزخارف والكتابات العربية في كل مكان، عشان كذا قلت لكم إحنا العرب ندخل قصر الحمراء أو قصور الحمراء نقراها مو بس نتفرج فيها. هنا مكتوب لا غالب إلا الله، هذا الشعار لبنو الأحمر. هنا مكتوب آية قرآنية، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هنا مكتوب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كذا قصر الحمراء. إحنا الحين في مكان اسمه قاعة العرش، هنا تحديدا يجلس الملك. يا أخي شوف القبة يا أخي، يا جماعة في القرن الرابع عشر المكان هذا اللي تشوفونه بني في القرن الرابع عشر، هذا المكان تحديدا هنا يكون عرش الملك، لكنه مقفل الحين أعتقد يرممونه. ملاحظة اللي لاحظتها أن فوق عرش الملك مكتوب هنا سورة الفلق كاملة، فيه ثمان غرف غير عرش الملك، يكون مثلا وزراء الملك الأمراء اللي تحته، لكن كل التصاميم المكتوبة لا غالب إلا الله. التمييز الوحيد مكتوب هنا تحت عرش الملك سورة الفلق كاملة. هنا مثلا مكتوب اللهم لك الحمد دائما ولك الشكر قائما. يا أخي شيء إبداعي إبداعي والله، يا عيونك تتغذى صدق. طبعا من الأشياء اللي ضروري إنهم يكتبونها بما أنهم فنانين زي كذا، أنت داخل على ملك، فمن العبارات اللي تتكرر على المداخل قليل الكلام يخرج بسلام، من حسن كلامه وجب إكرامه، أنت داخل على ملك. هذا الحين قصر الأسود أو الرياض السعيد، وأنا أفضل هذا الاسم الثاني. هذا أنا أعتقد أنه أجمل قصر موجود، أعتقد أنه هو الأجمل على الإطلاق. كنت ماشي تحصل المخطوطات قدامك على الجدران على الأعمدة وقدامك الحديقة، يعني الملك هنا عايش. هذا القصر قصر الأسود كان في القرن الرابع عشر لمحمد الخامس، هو اللي بناه وهو اللي سكن فيه، يعني تقدر تقول في عام 1360 أو قبل نهاية الدولة 100 سنة عاشوا فيه. عاشوا هذا يا طويل العمر السلامة مدخل لقاعة الطعام. التكييف في صالة الطعام هنا مختلف جدا، كيفوه بشكل طبيعي. تخيل انهم اختبروا المكان في شهر اوغست، درجة الحرارة برا 42-43، هنا قفلوا الباب وتركوه الفترة، درجة الحرارة وصلت 22. ليش؟ لان مع الفتحات اللي فوق في موية هنا يدور على بعضها في وسط الغرفة، تطلع درجة حرارة خيالية. أنا الحين في إطلالة واحدة من أجمل الإطلالات من قصور الحمراء تحديداً، يطل هذا القصر على حي البيازين اللي كانوا يسكنون المسلمين أكثر من 700,000 نسمة في نهاية دولة الأندلس، لما كانت المملكة الأخيرة هي مملكة غرناطة، الشيء الأخير خلاص. هذيك طويل العمر السلامة جنة العريف. جنة العريف هي مكان صيفي يتكون فيه الملوك، بنوه طبعاً، هي عبارة عن حديقة مبنية من القرن العاشر قديمة جداً، لكن جو ورمموها وبنوها وضبطوها في عهد محمد بن الأحمر وولده، كل ما يجي ملك يطورها أكثر. مكان صيفي تكوى روقان ضمرها بعد شهر. هذه المنطقة عبارة عن بقايا لقصور كانت موجودة هنا، 3 قصور، لكنها بسبب حروب أهلية كانت في إسبانيا في القرن 19 تقريبا 1860 هدمت القصور هذه. 3 قصور كل واحد تحفة أكثر من الثاني، كان واحد هنا واحد فوق واحد فوق. شايفين البحيرة هذه وشايفين مسار الموية، تذكرون يوم قلت لكم جبل الثلج هذه طول عمر السلام موزعين حاطين سد في الجبل هناك يوزع الموية على القصور، ينزل من هناك إلى القصر ويتوزع في القصر على يا أخي شيء عظيم، للشرب للوضوء للزراعة والسقي والري للزينة. الموية تمشي وسط القصور تروح يمين يسار تتوزع توزيع صحيح بشكل جبار وعظيم. يا أخي والله قهر بعض القصور اللي انهدمت. هذا مكان، تخيل هذا مكان كان صالة وسط قصر لكن انهد بسبب الحروب الأهلية، ويقول لك القصور اللي كانت هنا أقدم من القصور اللي دخلناها، كان فيه هنا قصر وهنا قصر وهناك فوق قصر، لكن كلها انهدت كلها طاحت. ايوه انا الحين واقف في مكان الروقان، هذه جنه العريف. جنه العريف يا طويل العمر السلام ويعني ان عريف يعني فاهم يعني المهندس هنا ضبط مكان بحيث انهم يطلعون له في فتره الصيف، تكون في مثل هذه الاشهر اوغست حر يطلع فوق، فعلا التهويه هنا مختلفه داخل الغرف وداخل الممرات، دخول الهواء الحار يصير بارد. انا الحين قاعد اجرب. من ضمن التصاميم الاسلاميه تصميم النافوره في قصور الحمراء، فانها تصميم اندلسي. النافوره فكرتها انه يجيب لك ماسوره
في داخلها ماسورة أضيق أضيق حتى الموية تطلع من فوق. طبعا الفكرة هنا أن الموية تخرج كذا بشكل ناعم بدون ما تصدر صوت، ثم تنزل على البحيرة بشكل ما يطلع صوت. لكن هنا بعد دخول النصارى في هذه المباني دخلوا فكرتهم ودخلوا النوافير اللي فكرتهم وتصاميمهم، فصار في زي الدمج والاندماج يعني بين التصاميم. طبعا في قصر العريف هنا كان السلطان يجي ويستضيف ضيوفه في فترة الصيف، وقبل ما يدخل الضيف يحطوا له في جو هذا الدولاب مشروب ضيافة، يعني إذا جاء يشرب مثلا ثم يرفع عينه يقرأ هنا عبارة ترحيبية لكنها تعني معنى: ادخل بحلم وتكلم بعلم، قلل الكلام تخرج بسلام. لأن أنت هنا من داخل على أي أحد، أنت هنا داخل على السلطان على الملك. وختاما يا عزيز المشاهد، أنا حاولت أني أظهر لك شيء بسيط جدا، حاولت أني أختصر لك تاريخ دولة كان لها 8 قرون، وحاولت أني أختصر لك تاريخ مكان قد يمكن 300 سنة. المكان عظيم جدا، تحفة فنية من الداخل، تحفة فنية من الخارج، قوة عسكرية، مظهر مهيب جدا، التجربة لا يمكن أن تنسى للأبد. سقطت الأندلس بعد تاريخ عظيم جدا، بدأت بدخول طارق بن زياد وتطورت وبنيت وكانت معقل للحضارات، وكانت العاصمة اللي تورد الحضارات لأوروبا بالكامل. قرطبة كان فيها جامعة قرطبة، وجامعة قرطبة كانت تمثل حرفيا جامعة عالمية، يجونها الناس من كل مكان، التعليم فيها على أعلى طراز، يخرجون فيها العلماء على أعلى مستوى على أعلى طراز. مرت هذه الأماكن بفترة تاريخية وعظيمة جدا ونهضة حضارية لن ينساها التاريخ. مع مرور السنين مع دخول الفتن انقلبت الدنيا وكتب الله أن تنتهي دولة الأندلس، وكانت النهاية في فجر 2 يناير 1492، يعني أنت تتكلم عن قبل 500 سنة تقريبا. سلم مفاتيحها أبو عبد الله الصغير، سلم مفاتيح آخر ما يملكون في مملكة غرناطة بعد ما كانت تشمل إسبانيا والبرتغال، درس أنها دخلت على جنوب فرنسا، لكن تقلصت حتى وصلت إلى مملكة غرناطة، مدينة واحدة كانت تعبر عن مملكة، وسلمت مفاتيحها في الحلقة الأخيرة. كانت تجربة جميلة جدا، مستحيل أني أنساها، كان هذا الهدف رقم 1 من زيارتي لإسبانيا، والحمد لله كان على أعلى طراز.